بساعدك ولا لحالك بتقدر من هون؟ يلا انا بساعدك تعال. مش مفروض مش مفروض لا تقيمون ما بيزح. يلا يلا حط ايدك الثانية. قلت لك بردي حطها على السريع. طيب البيش انتبه الولد. ها بابا شو في ضباب. طيب جاجات جاجات ولا بطاط؟ بعد الولد الصغير خليه يمرو. هذا مشي مو زحلطة رادي. هذا مشي مو زحلطة. طلعوا مش بإيدك ونزل على مهلك برجليك مو زحلطة. لك اخي بيبردوا ايديك. يا الله يا رب ثبت رجلي. ايوه ايوه يا ما شاء الله يا ما شاء الله. يلا خذ لك فوفاض برد عمري برد لسه اليوم احسن يوم طبت. استنى الولد الصغير ليمرق رادي مالك شاف ابو عم يساعده. استنى شوي استنى شوي لي وعي. استنى رادي شو اللي يكون كنت رح تطرق الولد رادي. شو شلون ابو خاف عليه وركض عليك مشو. انتبه اختكم مش نشوفك يا حبي. بابا رادي انت بتنتبه بس ابو للولد حسبك ما رح تنتبه ركض خاف على ابنه. انتبه يلا طلع دير يلا اوعى الولد ورا وتحت منك. ها على مهلك راضي مرق الولد ملوت. يلا انزل شو قدتك تستريح هلا. يلا لا ما صار رادي حبيبي انت وين مدرستك؟ هون صح؟ بكره كمان بتلعب ارجوك بدي روح انا من الصبح بالكورس ما عندي وقت. امشي ما اكلت بس بدي روح صلي بدي روح عندي شغل. الاحسن والدجاجه شو احسن والدجاجه؟ الاحسن والدجاجه هلا معنا الخبز بدك تعمل البطاط كمان لسه خلصني تبع الخبز. جبنا لك الخبز من البيت مشان تعمل البطاط. يلا امشي من هنيك الطريق منين الباب يلا.